ليس هو ها هنا، لكنه قام كما قال. كل الأديان تتمحور أو بتدور حول الشرائع والتعليم والطقوس والفرائض، أما المسيحية تتفرد بأنها تؤمن بالمسيح الحي اللي هزم القبر، هزم الشيطان وهزم الموت، وهو حي إلى أبد الآبدين. ومن جبل الزيتون أريد أن أختم الحلقة إنه يسوع كان مع التلاميذ قبل صعوده إلى السماء، وسألوا التلاميذ يسوع: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا من أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وفعلا صعد يسوع المسيح أمام عيون التلاميذ، وبينما التلاميذ شاخصين إلى السماء ظهر ملائكة وقال ملاكان وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا ثانية من السماء. من هذا المكان كان في تأكيد لحضور الله، وصية ومأمورية يسوع أن يكون شهود إلى كل الأرض. من جبل الزيتون راحوا لجبل صهيون إلى العلية حتى امتلأوا من الروح القدس، ووصلت البشارة والشهادة من أورشليم إلى السامرة إلى أقصى الأرض، وما زالت رسالة يسوع المسيح تنتشر في كل مكان، لأن المسيح الحي ما زال يغير القلوب، ما زال يغير الحياة ويغير الكيان. فأدعوك الآن إنه اليوم فعلاً يكون قرار حاسم، وانت بتتفرج على هذه الحلقة من جبل الزيتون بتطل على كنيسة القيامة، هل بس مجرد يعني أفكار تاريخية أو مواقع جغرافية كتابية، أم في حقيقة داخلية وتوج المسيح كرب وملك على حياتي؟ أصلي من كل قلبي إنك صنعت هذا القرار، والرب يباركك.